السلام عليكم. الاسم تاعي ناصر السعيدي، من مدينة بركان وكجمهور من مدينة بركان. كتكلمنا على المشكل اللي وقع. بالنسبة للمشكل ديال اتحاد طنجة وبركان، أن الجماهير الطنجاوية جات وكانت هنا يعني في النهار، يعني كدور في المدينة بكل أريحية، ما كانش المشكل، ما كانش الشغب، ما كان حتى حاجة. وأنا بصفتي أنني كنت في الملعب كنت كنتفرج، وتبادلوا التحايا ما بين الالتراس ديال طنجة والالتراس ديال اورانج بويز، تبادلوا التحايا صافي انتهت المباراة. من كملت المباراة قال لك سيدي يعني تعرضوا لذاك الشاب الطنجاوي، يعني هادو ماشي محسوبين على الجمهور تاع بركان. هذا الشيء في اي بلاصه كيوقع، يعني حتى حنا كنمشيو مثال الرجاء ولا الجيش ولا وجده ولا الوداد ولا ما ديش، يعني حنا غادي نركزوا على الجمهور كامل. يعني كاين واحد الفئه وهذه الفئه ديما كتكون، يعني كيكون الصالح والطالح في اي مدينه كيكون، وهادو غير محسوبين على بركان. لاقاش حنا ما متعودينش هنا بركان، يعني يجي الانسان نكريسيوه ولا نضربوه. كنرحبوا بالجميع وكنرحبوا بجميع الجماهير جات البركان كما كانت دايره، يعني الكره بالنسبه للكره هي روح رياضيه. بالنسبة للمبادرة اللي رحنا دارين إن شاء الله أنا والأصدقاء تاعي الأدمين ديال الصفحة أسياد الشرق البراكنة، إحنا درنا هذه المبادرة يعني باش يعني كما يقولون بين ونعطيو صورة على ناس بركان، بلا ما يعني ماشي إحنا ماشي دوك المحسوبين اللي ضربوهم ولا. درنا هذه المبادرة، درنا واحد المكان ولقات يعني التفاعل بالجمهور، وكان واحد الشاب الله يذكره بخير يعني بمدينة نيويورك، هو اللي يعني كتب لي في التعليق بان ما مستعد يصيفط المال باش يعاون هاد الشاب الطنجاوي، يعني باش نردوا يعني كما يقولون نعطيو صوره زينه على المدينه. ويعني بقى فينا هاد الشاب صراحه، يعني بقى فينا بزاف انه ضربوه وتعداو عليه، يعني كما بكت الام ديالو حتى حنا يعني غدا شي واحد بينا دي تبكي الام تاعو، شيء عادي يعني كما يقولوا كما تدين وتودان. كما حنا ما بغيناش هاد الصوره تكون، بغينا احنا الجمهور يعني. وبالنسبه للمبادره يعني راها لقيه المفعول تاعها، ودرنا واحد المكان يعني في هذا الكيوسك اللي هنايا، يعني ان شاء الله غادي نجمعوا الفلوس وداك الشيء ونصيفطوا لهم عبر البريد. هذا الشيء اللي كاين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.